كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام في مستهل لقاء جديد يجمعنا وإياكم وحلقة جديدة من برنامجنا هنا مسبيرو. الحقيقة أنه هذه هي آخر حلقة في العام الميلادي 2023، النهاردة 31 ديسمبر. بنقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ونلتقي إن شاء الله في مطلع العام الميلادي الجديد والأحوال العالمية تكون أفضل كثيرا من هذه التحديات التي واجهت العالم بشكل عام، وكانت مصر بالتأكيد ليست بمنأى عن هذه الظروف. يا رب تكون سنة سعيدة على حضراتكم وعلى كل الإنسانية يتم فيها إسكات البنادق في مختلف أنحاء العالم. حضراتكم عارفين أنه كل هذه الأحداث كان لها تأثير بالغ على العالم وفي القلب منها مصر، وبالتالي كانت سنة مليئة بالتحديات، لكن المصريين كعهدهم كانوا دائما على قلب رجل واحد يواجهون هذه التحديات، مؤمنين ببلدهم الحقيقة وبوطنهم وأيضا بقيادتهم الوطنية المخلصة، وبيتحملوا الصعاب من أجل غد مشرق إن شاء الله، نأمله بإذن الله للأجيال القادمة ولحضراتكم. سنة سعيدة على حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة عندنا فقرة في البداية هنقضيها مع حضراتكم مجموعة من الاتصالات الهاتفية، مش بس علشان نهنئ المصريين بهذا العام الميلادي الجديد 2024، يا رب يكون عام خير ونماء على أهلنا، ولكن كمان علشان نناقش بعض الموضوعات المتعلقة بحياتنا اليومية اللي لها تأثير بالغ الحقيقة على هذه الحياة، زي وسائل التواصل الاجتماعي وخلافه والحالة النفسية للمصريين، وإزاي نقدر نتعايش مع كل الضغوطات ونسعد نفسنا قدر الإمكان. كمان هيكون عندنا في الفقرة الثانية حوار مهم أيضا عن فكرة التكنولوجي والثورة اللي بيعيشها العالم، وإزاي نقدر نرشد ده مع أولادنا وتكون مصر أيضا وشبابها جزء من هذه المنظومة الإعلامية. خلونا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم عشان نبدأ على طول فقرتنا الهاتفية إن صح التعبير، أو مقدمتنا في هذه الحلقة. ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم مجددا. سنة سعيدة يا رب، 2024 كلها ساعات قليلة، ونستقبل الحقيقة فجر يوم جديد في عام جديد. العالم كله إن صح التعبير يقف على أطراف أصابعه آملا أنه بداية العام الجديد تشهد انفراجة وإيقاف لكل الحروب والمآسي في مختلف أنحاء الأرض، سواء كانت الحرب الروسية الأوكرانية، الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في قطاع غزة، غيرها من بعض المشاكل في دول كثيرة زي السودان وخلافه. خلينا من الرائع الحقيقة أن احنا نستقبل في بداية هذه الحلقة وبداية هذا العام اتصال هاتفي من فناننا الكبير والقدير الأستاذ أحمد بدير، علشان نقول له كل سنة وحضرتك طيب ومصر والإنسانية جميعا بخير، ونسأله أيضا عن أمنياته لهذا العام الجديد. مساء الخير يا أستاذنا الفاضل. مساء الخير يا أستاذ الشريف، كل سنة ومصر كلها والأمة العربية والإسلامية الخير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. كنا بنتكلم عن معدن الشعب المصري وإزاي بيقدر يواجه التحديات رغم الظروف اللي أحيانا بتكون خارجة عن الإرادة. فنان ممتلئ أمل دايما الحقيقة، ووطني حتى النخاع زي أستاذنا الكبير أحمد بدير. يقول إيه؟ الشعب بيحب بلده جدا وبيحب تراب بلده، وعارف الإنجازات اللي بتحصل ومقدر المجهود اللي الرئيس والحكومة بتعمله، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بالعالم كله، إنما احنا برضو مقدرين الظروف وواعيين ليها وواعيين للمخاطر اللي بتحدق حوالينا يعني وكده. صحيح. فأنا بتمنى في العام الجديد إن شاء الله يعني يبقى في تطور اقتصادي أكتر، وتحقيق لكل أمان الناس في مصر، يا رب. والناس تبقى سعيدة ومبسوطة بمشيئة الله في العام الجديد، وكل واحد يحقق أحلامه وتمنياته طبعا لأهل غزة بالانتصار في هذه الحرب البشعة المجنونة اللي العالم كله بيتكلم على هذا القطاع، قطاع غزة والدمار والأطفال، حاجة تدمي القلب
ازاي العالم كله مش شايف المأساة اللي بتحصل دي وساكت عليها، وفي قوى استعمارية بتحارب اسرائيل. احنا يعني غزة ما بتحاربش اسرائيل، بتحارب امريكا وبتحارب دول كتير الحقيقة. فبنتمنى لهم من ربنا يقف معاهم وينصرهم ان شاء الله ويسدد خطاهم، وغزة الاهل غزة ومش هيخرجوا منها، واحنا معاهم قلبا وقالبا، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هينصرهم ان شاء الله. على المستوى الشخصي وعلى مستوى العمل الفني والدرامي الفنان الكبير احمد، والله الواحد ما بيقدرش يفصل ده عن ده يا استاذ شريف. يعني المستوى الشخصي وبرضه هتلاقيني هي المأساة بتاعت غزة دي الواحد بيتمنى انها تنتهي. وعلى المستوى البلد بقى الرخاء والسعادة لشعب مصر كله، يا رب ينصرنا ويحقق املنا يا رب ان شاء الله، وكل سنة ومصر والأمة العربية والإسلامية. وحضرتك بصحة وسلام، وبشكرك على وقتك وعلى حرصك على تلبية الدعوة، ونسيتك تطل علينا من خلال شكل في مصر. إن شاء الله. شكرا جزيلا فنانا القدير والكبير أحمد بدير على هذه المداخلة الضافية. احنا مستمرين مع حضراتكم، بعد الفاصل هنرجع نستكمل تليفوناتنا وأخبارنا. الناس تتوق إلى وضع مختلف الحقيقة، وإلى أمنيات واسعة، وإلى سعادة نأمل أن تعم العالم إن شاء الله. وبالتالي الحقيقة بنتوجه بهذا السؤال لكاتبتنا الكبيرة والقديرة والأديبة الأستاذة سكينة فؤاد اللي موجودة معنا عبر الهاتف، بعد ما بنقولها مساء الخيرات وكل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذتنا الفضلة. مساء الخيرات وكل سنة، أشكرك على الكلمات الطيبة من إعلامي محترم. وفي هذه اللحظات والعالم يعني يستعد لوداع عام واستقبال عام جديد، أتوجه بالدعاء من أعماق قلبي أن يكافئ الله هذا الشعب العظيم جزاء ما احتمل، وجزاء ما صبر، وجزاء ما قدم عبر تاريخه الطويل من تضحيات ومن بطولات. ويعني يمكن أنا معلش عشان أنا ابنة بورسعيد، كنا منذ أيام قليلة نحتفل بعيد النصر لمدينة البطولة على قوات الغزو التي هزمت فيها المدينة الصغيرة 3 جيوش بقوتها البرية والبحرية والجوية. لن أذهب طويلا لأني عايز أقف قدام الدعوة إلى الإطمئنان بإذن الله أن يكون العام القادم أكثر رحمة بنا وبالإنسانية. وأقف أمام أخبار مهمة أراها أنباء مبشرة لبداية العام الجديد، وهي دعوة الرئيس للاستثمار في الموارد البشرية وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار ما مر به أبناء هذا الوطن العزيز من أزمات. أيضا اتجاه الحكومة لتحديد أسعار سلع استراتيجية ووضع عقوبات لعدم تنفيذها لحماية المواطن، هذا مزيد من حماية المواطن وإيقاف ومنع استشراء من يتجرون بالأزمات. وأرجو أن يقفوا إلى جانب أبناء وطنهم ويدركوا أنهم شركاء في حماية هذا الوطن وفي التخفيف عن أبنائه. لا داعي لأن نلجأ للعقوبات، يجب أن يكون الضمير اللي كان المصريين أول من عرفوه وأول من تكلموا عنهم أجدادنا العظام، أن يكون الضمير والمحبة والتماسك للتخفيف عن أبناء الوطن. ما فيش داعي للمكاسب الزائدة عن الحدود، أو ما فيش داعي في هذا الوقت أني أكسب وأنا أجعل غيري يتألم. أيضا من الأخبار التي
نستقبل بها العام الجديد، أن محافظات جديدة ستدخل في التأمين الصحي الشامل في العام المقبل، الذي أرجو أن يتحقق في جميع المحافظات مع تقدم مستوى الخدمات الصحية والرحمة بالمريض وإدراك ما يحتاج إليه من تعاطف. وأنا أحيي الأطباء والجيش الأبيض المحترم والمعلمين، كل من يعمل في سبيل هذا الوطن بإخلاص بمحبة بالروح وبالضمير المصري الحقيقي، ويدرك أننا في لحظات نحتاج أن نتماسك، أن نتحاب، أن نتراحم، أن نتواصل، أن نتماسك بقدر ما نستطيع، وأن نخفف بقدر ما نقدر، وأن نتراحم بقدر ما نملك من رحمة وإنسانية. لو ظللت أتكلم بما يستحق هذا الوطن، ولا أنسى بالطبع أبناء وأشقاء أعزاء في فلسطين، أن ينصرهم الله وينصر المقاومة على من لا يعرفون ضمائر ولا أخلاق ولا مبادئ ولا وأثق أن ثأر الله، وأن سيكون في النهاية، يعني لن يترك هذا البغي للمحتل أن يتواصل. إن شاء الله، إن شاء الله أثق في بداية متفائلة تمتلئ بالأمل والانتصار على ما شاهدنا من ألم في العام الماضي، وأن نحقق كل ما نملك من إمكانات لانتصار أمتنا، بلدنا، شعبنا، شعوبنا، كل الأمناء والمخلصين. تحية من قلبي ومن عقلي إلى أبناء، إلى كل المخلصين في أمتنا العزيزة. لا فضة فوك يا أستاذتنا الفضلة، وشكرا جزيلا لحضرتك، وسنة سعيدة يا رب على حضرتك وعلى مصر وعلى الإنسانية. يا رب. شكرا جزيلا أستاذة الكبيرة والقديرة الكاتبة والأديبة سكينة فؤاد، إعلامية قديرة وممثل الحقيقة للشعب المصري في مجلس النواب، زميلتنا العزيزة هند رشاد. مساء الخيرات يا معالي النائب. مساء النور، ازيك يا شريف؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة دايما. سنة سعيدة عليك يا هند وعلى مصر الغالية وعلى كل الإنسانية. وقولي لي، شايفة العام الجديد ازاي وأمنياتك فيه لبلدنا الغالي وللإنسانية بشكل عام؟ يعني يا رب يعم الأمن والأمان والسلام. الحمد لله احنا في أمن وأمان كبير جدا مقارنة ببلاد كتيرة جدا في العالم، فربنا يديمها علينا نعمة، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى للعالم السلام. ويعني إن شاء الله أتمنى أن الأوضاع الاقتصادية تبقى في أحسن أوضاع أحسن، وإن شاء الله الخير يعم على الكل بإذن الله. إن شاء الله. المصريين الحقيقة دايما بيضربوا أروع الأمثلة في مواجهة الصعاب، والسنوات الأخيرة منذ جائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرا هذه الحرب الغاشمة على أهلنا فلسطين في قطاع غزة، برهن المصريون مجددا الحقيقة على معدنهم الأصيل وعلى تماسكهم وعلى كونهم على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الوطنية. شايف الموقف ده ازاي يا أستاذ هند وانت نائب بتمثلي الشعب المصري في مجلس النواب، وازاي بيثمن مجلس النواب مثل هذه المواقف؟ يعني الحقيقة طبعا احنا كلنا كشعب مصري على قلب رجل واحد وراء القيادة السياسية، وده البلور وواضح جدا من خلال الانتخابات اللي كانت منذ يعني ايام بسيطه. صحيح. شفنا عدد لا مثيل له نزل الشارع المصري واختار القياده السياسيه، اختار فخامه الرئيس، وده لايمانه بانه هذا القائد يحقق الامن والامان لهذا الوطن. فبالتالي احنا قلنا كلمتنا في الصندوق، وده طبعا ده منتهى الديمقراطيه اللي احنا بنمارسها في جمهوريه مصر العربيه. شفنا المواقف المصريه وقد ايه مصر دايما بتكون ظهر وسند لكل الأشقاء، وده طبعا واضح جدا من خلال موقفنا مع الدولة الفلسطينية وحفاظنا على القضية الفلسطينية. ده تبلور طبعا صحيح. من خلال صحيح. مواقف فخامة الرئيس في العديد من المتدايات العالمية، ومن خلال لقاءات مع القادة والسياسيين في العالم كله،
وفي نفس الدقيقة كمان احنا ما نسيناش الشعب الفلسطيني، واعتقد ان مصر من اكتر الدول او يعني من اهم الدول اللي قدمت كم كبير جدا من المساعدات للاشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح. احنا شفنا من اول يوم وشبابنا كانوا موجودين واقفين على الحدود وبينضلوا علشان يدخلوا الشاحنات المصرية اللي فيها اغاثة للشعب الفلسطيني. شفنا انه فخامة الرئيس امر بفتح المعبر لدخول المرضى، وكان في موقف انساني جميل جدا 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 شفناه، الولد الفلسطيني اللي ناشد فخامة الرئيس انه يجي يتعالج عندنا. صحيح. ده كمان كان من اكتر المواقف الانسانية اللي شفتها، مقارنة طبعا بالمناظر الوحشية اللي بنشوفها من الكيان المحتل. كل سنة وانت طيبة وسعيدة ومصر في عزة ومنعة، ودايما نسعد بيكي يعني ممثل للإعلام المصري في مجلس النواب وللشعب المصري. بشكرك زميلتي وصديقتي العزيزة هند رشاد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الإضافية. خلونا نطلع فاصل ونستكمل مع حضراتكم مجموعة من اتصالاتنا الهاتفية في بداية هذه الحلقة الأخيرة لنا في هذا العام، علشان نقابلكم إن شاء الله بكرة في عام جديد بإذن الله. نعود بعد الفاصل. كل الناس متشوقة وأملانة في وجه ربنا الكريم أنه العام القادم يكون إن شاء الله عام سعيد وأفضل من العام الماضي، خصوصا أنه كان عام لا شك عصيب، العالم كله واجه فيه العديد من التحديات. الفنانين الكبار شايفين إزاي العام الجديد وأمنياتهم أيضا للأيام المقبلة. خلونا نرحب سويا بفناننا الأستاذ محمد الصاوي. مساء الخيرات يا أستاذ محمد. كل يا أستاذ شريف، يا صاحب برنامج هنا مسبيرو، ربنا يبارك في حضرتك، احنا مستمتعين ببرامجك، ربنا يبارك في حضرتك ان شاء الله، وكل سنة وانت طيب، والأمة العربية يا رب بخير يا رب، ويا رب ثبت أهل فلسطين وانصرهم بإذن الله، وتحية للأمة العربية كلها وتحية لحضرتك. شكرك. احنا سعداء الحقيقه باطلالتك ووجودك معانا وكل ادوارك الجميله والهادفه يعني، وادائك الراقي الجميل، وبقى عشاقك ومحبيك كثر يا استاذ محمد. ربنا يخليك يعني، بركه بربنا وحضرتك برضو بتعزيزنا للفنانين اللي موجودين، وكلنا بنحبك وكلنا بنعتز بالبرنامج بتاع حضرتك. ربنا يعز حضرتك. قوتنا النعمة وفننا العظيم الحقيقة اللي هو مدرسة متفردة، ايه المطلوب منه في المرحلة الجاية يعني نقول ايه، ادخال السرور والبهجة والامل على قلوب الناس بعد هذا العام العصيب اللي مر بالعالم يا استاذ محمد؟ يعني يا رب السنة دي تكون سنة خير يا رب، واهل فلسطين يعني ربنا ان شاء الله هينصرهم شرم على الصهاينة، وبقول لهم برضو كل سنة وطيبين، وأنتم شعب جبار، وقد أنك أنتم تنتصروا على هذا الكيان الفاسد، وإن شاء الله كله هيبقى خير بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيب، وبنتمنى لك يا رب الصحة والسعادة دايما، ومنتظرين كل الأدوار المتميزة في أعمال درامية مصرية متميزة كعهد الدراما المصرية، وعهدنا بيك يا أستاذ محمد. أنا بشكرك شكرا جزيلا. فناننا الكبير محمد الصاوي لسه مكملين مع حضراتكم، هنرجع لكم تاني بعد الفاصل. مستمرين مع حضراتكم بكل الأمل والتفاؤل إن شاء الله، الأمل في غد مشرق وفي عام جديد سعيد، ويعني سعادة وهدوء وسلام واستقرار يعم على البشرية والإنسانية جمعاء، ونقلة نوعية إن شاء الله لمصر الغالية والأهلها اللي يستحقوا كل الخير، لأنهم دايما بيضربوا أروع الأمثلة في الحفاظ على وطنهم وعلى التكاتف من أجل عبور هذا الوطن من أي أزمة أو تحدي يواجهه. خلونا نروح لأستاذنا دكتور محمد رجب صديق، أستاذ التنمية البشرية وتعديل السلوك، عشان نسأله عن كيفية التخطيط للحياة. هي الأمور بتحتاج إلى تخطيط ولا نسيبها على عواهنها زي ما بيقولوا؟ دكتور محمد مساء الخير يا فندم.
مساء الخير استاذ شريف، بشكركم على الدعوه الكريمه ودايما فخور بوجودي معاك، واهلا بحضرتك وان شاء الله سنه سعيده علينا كلنا، وان شاء الله كلها تفاؤل وامل، وعايزين نعدي كل الضغوط وكل الفترات الصعبه اللي فاتت. وخلينا نقول دايما ان في حاجه كده اسمها قانون الجذب، فانا اللي بحط نفسي في الدايره اللي المفروض انا احط نفسي فيها. قانون الجذب ده بيتكلم بطريقه بسيطه ان انا عايز ابقى سلبي في حياتي، بحاوط نفسي دايما بالناس السلبيين، عايز ابقى ايجابي دايما، ببص دايما حواليا على الناس الايجابيين وهم دول اللي يبقوا المقربين، ولازم اطرد من حياتي وابعد عن حياتي كل الافكار السلبيه، كل الناس السلبيه، كل ما هو سلبي في حياتي. هو كتير حوالينا، في ضغوطات كتير حوالينا، لكن لازم يبقى في بصيص من الامل، لازم يبقى في نظر التفاؤل. عشان كده محتاجين ان احنا نخطط. طبعا لازم نخطط، في دراسات كتير عالميه بتشير حاجات مهمة جدا، ان دايما يقول لنا ان في 30% من الافراد اهدافهم وفقا لما خططوا بتفشل في الشهر الاولاني من السنة الجديدة. ليه؟ لان انا دايما ببص ورايا، دايما بناقش الافكار السلبية، دايما بقول يا ريتني كنت عملت، شايف الشخص ده طب خطط وعمل وبرضه فشل، مجرد ان انا افكر في الكلام ده قمة الفشل السلبية. وعشان كده بأصاب دايما بالأفكار الانهزامية اللي هي بتغلب عني وبتخليني أبعد تماما عن الإيجابية. عشان كده مهم جدا جدا تبقى نظرتنا مختلفة، بعيدة عن السلبيات، بعيدة عن الأفكار السلبية، بعيدة عن الأشخاص السلبية. الشخص ممكن يحط نفسه في بيئة تساعده على النجاح ويخطط لمستقبله حتى لو المناخ مش مساعده يا دكتور؟ طبعا طبعا طبعا. هقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا. احنا دايما للأسف بنغلط غلطات قاتلة، وللأسف الغلطات دي خلينا نقولها عشان نبعد عنها، عشان نبعد عن البيئة اللي حضرتك بتقصدها في حوارك الممتع ده. أشكرك. فخليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. الأول حاجة المقارنة بالناس، يعني دايما احنا بنبتدي نقارن نفسنا بالآخرين، سواء الناس الأقل منك أو الأعلى منك. المقارنة دي في أغلب الأوقات بتبقى ظالمة، لأن أنا مش بركز على أهدافي أو خططي أو نفسي أو حياتي أو بيئتي أو شغلي أو أنا عايز أوصل لفين. مجرد مقارنتي الموضوع ده بيسبب لي مشكلة كبيرة جدا، ودايما بيخليني دايما في حالة سلبية، لأن أنا بشوف الأعلى وبشوف الأقل. الأعلى بقول إيه؟ أنا عمري ما هوصل للأعلى مني. والأقل دايما بقول إيه؟ شايف طب ما هو حاول وفشل. في كلا الحالتين كلها أفكار انهزامية. صحيح. الحاجة التانية المهمة ان احنا ما بنعرفش ناخد من الحاجات الناجحة، يعني دايما يجي يقولوا لنا ايه، دايما نستقي بعض الافكار من الامثال الناجحة ومن النماذج الناجحة ونخليها هدف بالنسبة لنا. ودايما اساتذتنا كانوا دايما يقولوا لنا في حاجة مهمة جدا اسمها goals for losers، يعني يجي يقول لك الاهداف للفشلة. وهو الحقيقة المعنى ده كان قصد بيه حاجة معينة، إن أنا مجرد تحديدي للهدف لوحده هو ده الفشل. لكن المفروض إحنا نعمل إيه؟ أنا فين وعايز أوصل ليه؟ يجي يقول لك ما بين النقطتين دول في خطط معينة وخطوات معينة، وكل خطوة لازم تبقى محددة بوقت، ولازم نعدي الخطوة بالوقت لحد ما أوصل للهدف بتاعي. وهنا بيحط أو بيشير لأهمية التخطيط، وإن أنا أمشي للهدف بتاعي step by step، وهنا أو خطوة بخطوة، لأن الاستعجال بيؤدي للفشل. عدم وجود الأهداف أو التخطيط إن أنا إزاي أوصل للهدف بتاعي ده برضو بيصيبني بالسلبية والفشل وهكذا. عشان كده الدعوة للتفاؤل اللي احنا بنقولها وفقا لمنبر حضرتك الكريم ده مهم، مهم جدا جدا ان احنا نحدد خطواتنا وتبقى ازاي خطواتنا فعالة، وازاي نخطط لنفسنا، وازاي نستفيد بما يسمى التجربة والتعلم. وان انا لازم كل شوية اقيم نفسي واشوف ايه هي نقطة القوة اللي عندي وهي نقطة الضعف، ودي مهم جدا، وايه هي المهارات الجديدة اللي انا المفروض اكتسبها. صحيح. اكتسبها عشان اقدر اواجه الصعوبات والضغوطات، عشان اقدر استمر حتى في حياتي في شغلي او
استمر على الـ زي ما بيقولوا كده الناحيه الايجابيه اللي عندي. وفي نقطه ناس كتير احب اخص بيها برنامج حضرتك ومنبرك الكريم، ان احنا دايما في حاجه اسمها المينتال هيلث او الصحه النفسيه بتاعتنا. صحتنا النفسيه مهمه جدا، مهمه جدا ان احنا نحافظ على هدوءنا، نحافظ على ايجابيتنا، نحافظ على كل اللي حوالينا يبقى ايجابي. ودي نقطه غايه في الاهميه عشان اقدر امشي خطواتي الفعاله اللي توصلني للهدف اللي انا بخططه. تمام. ومش عيب ابدا لما الاقي نفسي ان الخطه بتاعتي او الهدف بتاعي اغير وطور يتعدل. ايوه بالظبط كده، مش عيب ابدا ان انا اعمل كده، مش عيب ابدا اتراجع وابتدي من اول وجديد في هدف جديد في خطه جديده لمزيد من التفاؤل والامل، لان هو دي الحاجه صحيح. الوحيده اللي باقيه لنا دلوقتي. صحيح، يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه دعوة للتفاؤل من الدكتور محمد رجب صديق، أستاذ التنمية البشرية وتعديل السلوك، ومن برنامجنا مشاهدينا الكرام دعوة للتفاؤل والأمل. وطول ما الإنسان الحقيقة فيه نفس ونبض بالتأكيد هو لديه القدرة على التطوير والتعديل والتقدم وتحقيق النجاح، وكمان يعني مواجهة التحديات والصعاب. بشكر حضراتكم على متابعتكم لنا خلال الجزء الأول من حلقتنا وبرنامجنا هنا مسبيرو. زي ما وعدناكم هيكون في ضيافتنا في الجزء الثاني إن شاء الله المهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي، لنتحدث عن الثورة التكنولوجية خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، وإزاي مصر بأبنائها تكون جزء من هذه المنظومة. ابقوا معنا.